نوع ثاني من الهجر انسان لا يتدبر القران بيقراه سريع كده مستعجل. ايضا من هجر القران ترك العمل بالقران. الناس ما يعملوا بالقران، هذا من هجر القران. ومن هجر القران شكاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فكده يا اخواننا هذه الايات ايات عظيمه، واعظم ما في القران انه يدعو الناس ويربطهم بالله سبحانه وتعالى. التوحيد في القران، الامر بعباده الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. اندادا اي امثالا من الله. شكد النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلق. ند معناه شو؟ يقول لك فلان ندد فلان، يعني يقول لك ذيل قاموا سوا، يعني قدروا بعض اما في العلم او في غيره او في غيره. فالانسان بيجعل لله ند كيف؟ بانه يدعو الله ويدعو مخلوق. يطلب من الله الولد ويطلب من مخلوق الولد. يعتقد ان الله يعلم الغيب وكذلك يعتقد ان مخلوقا من المخلوقات يعلم الغيب. ده كده جعل لربنا سبحانه وتعالى نديه، وده ربنا سبحانه وتعالى سماه شرك وربنا ما بيغفره. وهذا من اعظم ما دل عليه القران. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والقران ما نزل الا لهذه القضيه. ربنا سبحانه وتعالى قال: الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله. يعني القران فصلت اياته واحكمت لاجل ان نعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا نشرك به شيئا. وده هو ان اعظم امر ربنا امر به. وده ربنا بيفتح له للعباد. ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الليله الناس يقول لك يا اخي والله الحال تعبانه وقروش ما في، ويشتكوا لك من جور السلطان وشده المؤونه وغلاء الاسعار وذهب البركه، لك الحاله ذاته بقت ما عارفين ماشيه لوين. ده كله بسبب شنو؟ ربنا قال: بما كسبت ايدي الناس. اذا كان احنا في التلفزيون والاذاعات بتاعتنا نحن للاسف الشديد يجيبوا لك ناس بيقول لك غير الله بيخلق. في الطريقه هناك في الخرطوم قال: ربنا ادى ابوه الشيخ كن فيكون على لسانه. والكلام ده حتى المشركين الاوائل ما قال. ربنا قال في سوره المؤمنون: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون فسيقولون لله. في الاذاعات دعاء غير الله. يقول لك اذا كنت في هم وغم فقل يا فلان اتيك بسرعه. معروف الكلام. ويقول لك يا فلان يا لحاق بعيد ويا كذا ويا كذا موجود. ده اخواننا من الشرك بالله. وده السبب في انه الامور تتعكس على الناس، لانه الشرك بالله واقع. ربنا سبحانه وتعالى قال: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. دي مكه. الخيرات تجيها من اي بلد. الناس بيجوا لمكه يجيبوا فيها الخيرات والبضائع والمآكل والمشارب. لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وبعث فيهم كفروا بالتوحيد الذي جاء به، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالجوع والخوف. ربنا سماه لباس. حتى بيجوا ياكلوا الميته وياكلوا الجلد. الواحد يقراوا جلد بهيمه ميته يقوم ينشفوا في الشمس ويسحبوا وينظفوا ويسفوا ياكلوا. لماذا؟ لانهم تركوا التوحيد. ربنا قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يعملون. المشكله زول يقول لك يا اخي انا عندي معصيه والاولياء دين جايين من الله فنحن دايرين انهم يوصلونا يا رب ما دايرين منهم حاجه. ده
الشرك ذاته. ربنا قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. انت لو عندك حاجه توالي تنفعل يا ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ادى ابليس. ابليس سال الله ولا ما سال؟ قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. ربنا ادعو وابليس بلغ في الرتوء والتمرد والكفر بالله سبحانه وتعالى ما هو معلوم بعد ربنا الدار. فده كان من الظن السيء الذي يقود الانسان الى الشرك. ربنا سبحانه وتعالى ما محتاج من انسان واسطه. ده في عند الدنيا هنا علم الملك بتاع الدنيا او المسؤول بتاع الدنيا يكون عنده سكرتير ويكون عنده حرس ويكون عنده كده الا تعمل موعد وكده، لكن ربنا ما هو فاتح. عشان كده في حديث ابي ذر الذي رواه الامام مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني، يعني اسالوني الهدايه اهدكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الناس كلها من ادم عليه السلام لغايه تقوم الساعه، والجن معانا كمان، كلنا وقفنا في ميدان واحد فسح واحد، فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته. نحن حاجاتنا شنو مختلفه، واحد دار النجاح، واحد دار ربنا يديه قروش، واحد دار العافيه، واحد دار الله يزوج له، واحد دار الله ربنا ينجح له ولده، الحاجات مختلفة. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يبليك إبرة وامشي البحر دخيلها كده وامضوها. بتصير حاجة؟ ما بتصير حاجة، وده مسألة عشان ربنا يقرب لك. عشان كده العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الله يسمع جميع الأصوات. جميع الدعوات باختلاف اللغات وتفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. ربنا مش بيسأل البشر براهم، البشر في السودان، البشر في مصر، هل في الصين، في أمريكا، كلهم بيسألوا الله. الجن بيسألوا الله، الملائكة بيسألوا الله، الحشرات تسأل الله، المخلوقات تسأل الله، كلها تسأل الله. ربنا قال بيديهم كلهم، وأي واحد بيديه مسألة وما بيسأل ربنا سبحانه وتعالى. بس أنت لو زول عنده قروش يكون عنده مليارات يقول لي علي اديني 1000 جنيه حق الإيجار، يقول لك يا خالد أنت زول كويس وكده، بيعرفك تمشي له ثاني مرة يقول لك أنا بس تعالي بعد ساعة يقوم يديك. المرة الثالثة يقول لك شنو يعمل أنت وأنت اللي إحنا كده؟ بيزعل. أما رب العزة والجلال يغضب إذا لم يسأله الإنسان. إذا الإنسان ما سأل ربنا، ربنا بيغضب عليه، مش إذا سألته. إذا سألته بيغضب، لا، إذا ما سألته بيغضب. وكمان شنو؟ كمان ربنا بدي أي زول حقه فلا يشغله سمع عن سمع. أقول لنا في السودان كده الخمسة سنة دي ألوان الناس الصين نديهم حلقات ذلك مليار نهر وانتم شوية بعد ذلك نجيكم، لا كلهم ربنا بديهم. وما كل الناس دقيقة أظهر ندي ذاك أول، لا كلهم بديهم. فإذا كان الأمر كذلك ليه الإنسان يا أخوانا يخلي ربنا الحي القيوم الذي لا يموت ويمشي لمخلوق زول في قبر أو غيره مدفون صار رميم؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس قال إني أعلمك كلمات إذا سألت
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. لو كان بجوز إنه في زول يدعو كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده يخليك أنت مطمئن وتوكل على الله، يفوق أمورك لله، تعمل الأسباب. أنا بردت من الصباح عندي حرفة معينة أو شغل معين بردت وكلت أموري لله، ما برجع ساكن، ده يكون ظنك في الله بيديك. ولذلك يا اخواننا ما كانت مشكلة المشركين انه الخالق غير الله او الرازق غير الله او انه غير الله خلقنا، ده ما كان عندهم. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو سألت ابو جهل وابو لهب ما قول ليه خلقنا غير الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. طيب مشكلتهم مين؟ مشكلتهم قالوا نحن عندنا ناس صالحين ونحن بس خالقين، ربنا ما يقبلنا، ده ربنا سماه شيء. عشان كده قصة نختم بها إن شاء الله. إسلام عكرمة بن أبي جهل، عكرمة صحابي أبوه فرعون الأم، وده فيه فائدة إن أخبرنا الإنسان ما يعير بفعل غيره. كما تقول لي زول يا أخي أنت ولدك كده وزول في المسجد، زول محافظ، زول كويس، أو أنت أبوه كده، لا ده كلام ما صحيح. ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلا إذا كان بيساعده، ده كلام تاني. قام ركب البحر، النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال داير نفر لو نجيتم معلقين لأستار الكعبة ابتلوه. لما سمع الكلام ركب البحر حتى ينجو بنفسه. وكان المشركين لما يركبوا البحر والموج يلعب والسفينة دارة تغرق بدعوا الله براءه. ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبيقوا المشركين الموج قاعد يلعب بيقوا ينادوا الله اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم ده يكتبه بعضهم يعني في سبيل. وعكيمة بنادي في الله، وده يا اخوانا مش حجارة كده كان بيعترضوا فوقهم، دي اسماء لرجال صالحين. اللات كما قال ابن جرير الطبري كان ينط السبيل، السبيل دي اكله فيها سمن وفيها عسل وزبيب وتلب، كان بيعملها للحجاج يعني ما كان حجر بس كده، لا، وإنما كان صورة زي الآن للأسف الشديد تلقى صور معلقة في الحفلات والدكاكين، ولك يا سلام الصورة دي بتجيب الرزق تبشرك ده كيف. فده بقى ينادي الله والعزة ومنات يناديهم من دون الله. واحد من المشركين قال لعكرمة قال له هامونا لا يؤتي إلا الله. قال له يا ذولوي الجماعة بتاعنا كتير برا تلاقي بنات والمرة صحتها كويسة والأولاد كويسين، ها وجيبك ملاك هذه البلاد بتاعك، لكن وقت الزنقة دي ما بيقربك إلا الله. قال له أنجاني في الشدة ولا ينجيني في الرخاء. زكى طوالي قال له الله في المصيبة مرقني لما أمرك برة ثانية عشان يبيعوا. قال لئن أنجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج ونجاه الله فأسلم رضي الله تبارك وتعالى. عشان اخوان الانسان يعرف ان المشركين الاوائل كانوا فاهمين. ربنا قال انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، لانه معنى لا اله الا الله اي لا يستحق العباده الا الله. ما تنادي غيره، ما تقول يا فلان او ما تعلق حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرقى والتمائم والتولة تشد. الرقى دي العزائم اللي بتكون بالطراسي، والتمائم دي الحبال، والتولى ده اللي بيسموه حجاب المحبة، عرق محبة، ده كل شيء. الإنسان داير مثلا جاءه سحر أو بدون جاءه سحر يقرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، بطلة يعني السحر، تقرأ كده تحرق طوالي. تقرأ المعوذتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعوذ بهم الحسن والحسين. إذا مررت من البيت تقول الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من منزله فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له رقيت وكفيت وهديت. فيقول الشيطان لمن يجد من الشياطين كيف بكم برجل قد هدي ووقي وكفي. يعني الشيطان ما بيجي ذاته،
اي نظر بيكون داري يشوف مركوبه وين ومالك برا ومشغول بالتلفون وما قال الذكر، فبعد ذلك تنزل عليه المصائب. ولذلك يا اخوانا الانسان في الدنيا دي يخلي قلبه معلم بالله، وتعلم ان غير الله ما عنده لك اي حاجه، وعبد ضعيف. ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله عبادا امثالهم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. هذا يقدر عبد زيك بيجيه ولايه بيجيه حمى، وربنا يبرك من بطنه ضعيف يرضع، والله يكرمك يوسخ في السرير امتى، وبعد ذاك يتعلم المشي وشويه شويه ومشى، بعد ما يقدر تقوم تدعو من دون الله. شكرا ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير والسداد، ونسال الله سبحانه وتعالى ان لا يفرق جمعنا الا بذنب مغفور وقلب مسرور وعين مستور وعمل صالح متقبل المرور. بارك الله فيكم وجزاكم الخير.